أسرار من حياة الفنانة شيريهان، أبرزها قصة الزواج السري من زوج صديقتها. يراها الجميع نجمة كل جيل، حيث خطفت الأنظار بطلاتها الرقيقة الساحرة، تربعت على عرش الشهرة مبكراً ولمع اسمها في عالم الفن، وصعدت سلم الشهرة بأقصى سرعة، واستطاعت أن تكون داخل قلوب ووجدان الملايين بشقاوتها وابتسامتها الجذابة. إنها الفنانة شيريهان التي تميزت بالأنوثة والخفة والدلع منذ أن أطلت على شاشات السينما والمسرح والتلفزيون. ولدت الفنانة شيريهان في يوم السادس من شهر ديسمبر من العام 1964 من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار الراحل الشهير عمر خورشيد. بدأت الفنانة شيريهان حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها، حيث درست في طفولتها الرقص التعبيري في باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل المعجزة الذي أنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها في فيلمي قطة على النار ونصف دستة أشرار. قررت شيريهان دراسة القانون بعد وفاة والدها، حينما حدثت أزمة كبيرة لها بعد رفض أهل والدها الاعتراف بها، لأن أمها كانت متزوجة عرفية من والدها، وبعد قرار طائش من والدها بالطلاق تغير مجرى حياتها بالكامل، فقد كان أصابها بالانكسار والألم طوال حياته. ورغم ما مرت به من ظروف حالكة وخسرت أكثر المقربين إليها، والدتها طارة وأخوها طارة أخرى حتى لقبت بنجمة الأحزان، إلا أن ضحكتها وابتسامتها ما زالت متوهجة ومبهجة، تبعث السعادة لكل من يراها، وهو أكثر ما تميزت به شيريهان. فقدمت العديد من الأفلام المهمة مثل خلي بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، فوزير حول العالم، ألف ليلة وليلة. ومن أبرز الأسرار في حياة الفنانة شيريهان زواجها السري، حيث تزوجت سرا من رجل الأعمال علاء الخواجة، هو زوج الفنانة إسعاد يونس، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصا على مشاعر صديقتها، ولم يعلن زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية. وبعد سنوات طويلة أنجبت شيريهان للمرة الثانية من علاء الخواجة ابنتها تاليا عام 2009، وبعد أن تم إجراء حوالي 100 عملية تكميلية لها، وغابت شيريهان فترة طويلة عن الأضواء حتى عادت الظهور من جديد بإشراقتها وابتسامتها المعتادة من جديد.